بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده نشرح ليكتشر 3 الكترونكس. ليكتشر 3 بتتكلم عن هنكمل سم بيزك اليمنتس في الالكترونكس. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الكرنت والفولت والباور والريزيستنس. هنتكلم برضو الليكتشر دي عن بعض الكونسبتس في السيركت، بحيث ان احنا لما نيجي واحنا شغالين نقول مثلا اوبن سيركت او شورت سيركت يبقى احنا فاهمين دي معناها ايه. فاول ترمينولوجي او اول كونسبت هنتكلم عليه اللي هو الاوبن والشورت سيركت. الشورت سيركت معناه ان الديفايس اكت كانه واير من غير اي كومبوننت موجوده في ان بتوين، تمام؟ لكن لما بيكون اوبن سيركت كان سويتش اون سويتش اوف، يعني الواير ده مقطوع، تمام؟ طبعا لما بيكون في شورت سيركت بيبقى الكرنت بيوصل للماكسيمم والفولتج بيكون زيرو، لكن لما بيكون في اوبن سيركت بيبقى الكرنت زيرو والفولتج بيبقى له قيمه، تمام؟ طبعا لما بيكون مفيش كارنت خالص ده معناه سيميوليت ان الريزيستنس انفينيتي، ولما بيكون الكارنت ماكسيمم ده معناه ان الريزيستنس انتنس تو زيرو. تمام، فالشورت سيركت والاوبن سيركت، الشورت سيركت كان عندي واير كونكتد بتوين تو بوينتس، لكن اوبن سيركت التو بوينتس دول نوت كونكتد، يعني الواير ده مقطوع. لما بيكون السيركت بتاعتي فيها اوبن سيركت بتاعتي بيكون فيها جزء اوبن سيركت، بيكون الكرنت اللي بيعدي في الحته دي زيرو، وطبعا طالما الكرنت بزيرو ده معناه ان الريزيستنس انتنس تو انفينيتي. لكن لما بيكون في جزء من السيركت الواير الموجود متوصل ما بين تو بوينتس وما فيش اي كومبوننت في النص، بنسمي الجزء ده شورت سيركت، وبالتالي الكرنت اللي بيكون فيه بيكون ماكسيمم لان ما فيش اي نص او اي حاجه بتقلل الكرنت، والفولت بيكون بزيرو، وطالما الكرنت ماكسيمم يبقى الار بزيرو، تمام؟ ده اول كونسبت. في كونسبت تاني اسمه البرانش. ايه هو البرانش؟ البرانش ان انا لو عندي سيركت بالمنظر ده ببدا اشوف الكرنت لو ده السورس اتجزا او اتقطع على كام جزء. هتلاقي مثلا لو ده الكرنت سورس مثلا ب 10 هتلاقيه اتجزا هنا وهنا وهنا وهنا، طبعا الكرنت بيتجزا في البرن. فالكرنت لو كان ده سورس هيتجزا هنا وهنا وهنا وهنا. طالما انا عندي الكرنت اتجزا على كذا اليمنت يبقى انا عندي كذا برانش، يبقى هو ال بماب انا عندي الكرنت اتجزا كم مره، تمام؟ فلما بنيجي نديفاين البرانش بنقول ان هو جروب اوف كونكتد كومبوننتس ذات كاريز ذا سيم كرنت. يعني لو انا عندي الفرع ده فيه ريزيستنس وفيه فولتج سورس، هيبقى الريزيستنس والفولتج سورس الاثنين لهم نفس الكرنت، يبقى ده كومبوننت لهم نفس الكرنت. مش هقدر اقول على الريزيستنس دي برانش والفولتج اللي هنا برانش، لا، هقول على الريزيستنس والفولتج اللي هنا ده لو في، يعني هلاقي ان الاثنين دول برانش واحد. برانش واحد ليه؟ لان هم بيشير ذا سيم كارنت، ليهم نفس الكارنت، تمام؟ فانت بقى عندك ديفايس واحد في البرانش، كذا ديفايس في البرانش، ديفايس ده اللي هو كومبوننت. لو انت عندك كومبوننت واحد في البرانش او كذا كومبوننت، اهم حاجه الكارنت اللي بيعدي هنا واحد ولا لا. لو طبعا الكارنت بيبقى واحد لما بيكون هم سيريز مع بعض او ما فيش اي تفرعه. فهنا عندي الكرنت في البرانش ده واحد والكرنت اللي هنا واحد واحد بس مختلفين، ده اي 2 ده اي 3 ده اي 4. يبقى البرانش هو عباره عن جروب اوف كونكتد كومبوننتس ذات كاري ذا سيم كرنت، الكومبوننت اللي ليها نفس الكرنت. فانا عندي كده دلوقتي كام كومبوننت؟ عندي الكومبوننت ده فولتج سورس وريزيستنس، وفولتج سورس وريزيستنس، و ده اندكتور. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. السيركت دي فيها 5 برانشز، عندي 5 برانشز.
خمسة برانشز ليه؟ لأن الكرنت اتجزأ على أربع فروع، أربع مناطق مختلفة، فعندي أربع فاليوز الكرنت، سوري، خمسة فاليوز الكرنت، تمام؟ البرانش ساعات بنديفاين ان هو سنجل كومبوننت او جروب اوف كونكتد كومبوننت. امتى بقول ان البرانش ده سنجل كومبوننت وامتى بقول عليه جروب اوف كونكتد كومبوننت؟ لو الفرع الواحد فيه كومبوننت واحد بقول سنجل كومبوننت، لكن لو الفرع الواحد فيه كذا كومبوننت بقول جروب اوف كونكتد كومبوننت. احنا مش عايزين نتلخبط، احنا سيبنا من الديفينيشن اللي فوق ده، سيبنا من الديفينيشن اللي فوق ده عشان نفهم اكتر يعني ايه برانش. هنقول جروب اوف كونكتد كومبوننتس ذات كارز سيم كارنت، يعني شوف لمين الكومبوننت اللي ليها نفس الكارنت، هلاقي ان البرانش ده فيه كارنت مختلف عن الكارنت ده، يبقى انا ده اسمه برانش وده برانش، وطبعا هنا الكارنت جه اتجزأ هنا برضه، يبقى ده برانش وده برانش وهكذا. فانا عندي 5 برانشز، 5 برانشز يعني عندي اربع فروع، لان انا عندي الكارنت اتجزأ على خمس مناطق مختلفه، تمام؟ لو حابين فهمني يعني ايه برانش، عايزه بس افرق ما بين ان انا اجي اديفاين البرانش ان هو سنجل كومبوننت او جروب اوف كونكتد كومبوننت. الفرق بين هنا وهنا ان انا دلوقتي في العموم عرفت ان انا عندي 5 برانشز، صح؟ طيب دلوقتي انا عندي كام كومبوننت؟ 1 2 3 4 5، يبقى فعلا انا عندي 5 كومبوننت وعندي 5 برانشز. طيب بس مش العادي يا دكتور ان انت ممكن تلاقي في البرانش الواحد ديفايس ريزيستنس بس، ممكن تلاقي هنا ريزيستنس كمان، ممكن تلاقي كارنت سورس وفولت سورس، اي حاجه. ففي الحاله دي هيبقى البرانش هو مش بيساوي النمبر اوف كومبوننت، بيساوي الجروب اوف كونكتد كومبوننتس ذات كارز ذا سيم كارنت. المهم انت شوف السيركت اللي قدامك فيها كام فرع او التيار اتجزء على كام فرع، هيبقى هو ده البرانش، تمام؟ طيب بعد كده في حاجه اسمها نود. النود اللي هي كونكشن بين تو اور مور كومبوننتس او كونكشن بين تو اور مور برانشز. انا دلوقتي قلت السيركت بتاعتي دي فيها خلينا مثلا نبص للسيركت دي الاول على ان هي فيها كام برانش. انا عندي التيار الكرنت سورس هنا، السورس الكرنت الاصلي موجود هنا وموجود في المقاومه دي، تمام؟ فالغلط هنا ده كله برانش واحد، ليه؟ لان ما حصلش تجزئه للكرنت، فعندي ده هي حته ان انا عندي كذا كومبوننت. الار والفولتج سورس الاثنين بيشير سيم كارنت، دول برانش واحد، عندي كده وان برانش. بعد كده الكارنت هيجي يتجزأ هنا وهنا وهنا، يبقى عندي برانش 2 3 4 1 2 3 4، يبقى انا عندي اربع برانشز، اربع برانشز لان عندي الكارنت اتجزأ على اربع مناطق، او اللي هي كان اربع حاجات بارل مع بعض، تمام؟ طبعا بالنسبه للسيركت دي لو هنعرف بس يعني ايه برانش، هنلاقي هنا عندي الريزيستنس والفولتج ده بالتالي هم كانهم وان برانش. بعد كده هيبقى عندي الكرنت جه اتجزأ هنا واتجزأ هنا، فيبقى عندي برانش 2 برانش 3. بعد كده جه اتجزأ هنا برضو، هتلاقي كل المنطقه دي كلها بارل مع بعض، فعندي برانش 1 2 3 4 5 والبرانش الاصلي 6، فانا عندي 6 برانشز، تمام؟ لان عندي الكرنت اتجزأ على المنطقه دي والمنطقه دي والمنطقه دي ودي ودي، تمام؟ كل دول بارل مع بعض، يبقى عندي كل دول برانشز مع بعض، خلاص؟ دي ودي سيريس مع بعض، يبقى الاثنين دول وان برانش، اوكي؟ لان برانش معناه ان انا المناطق اللي ليها نفس الكرنت، وطالما انا والكرنت بتجزأ في البارلل بس، صح كده؟ فالكرنت بتجزأ في البارلل بس، يبقى في السيرز هيبقى عندي اونلي وان برانش، يعني مفيش تجزئه. طيب بالنسبه للنود، النود دي عباره عن نقطه موجوده في السيركت، في السيركت اللي قدامي، النقطه دي بحددها فين؟ طبعا النود هي نقطه بتجمع ما بين تو برانش. انا عندي ده برانش، اتفقنا ده برانش، وما بين الريزيستنس دي ودي ده برانش، فيبقى عندي هيبقى في نقطه هنا، النقطه موجوده ما بين تو برانشز، يبقى في احط نقطه هنا، تمام؟ وطبعا احط نقطه هنا لان انا عندي هكونكت ما بين البرانش ده والبرانش ده والبرانش ده وهكذا. شوف فين النقط اللي بتكونكت ما بين البرانشز، عشان تحدد النود محتاج تعرف البرانشز. ف كونكشن بين تو مور برانشز، اوكي؟
طبعا في بعض الاحيان نلاحظ في الرسمه دي هنلاقي عندي ريزيستنت وفولتج سورس، وهنا ريزيستنت وفولتج سورس، حطيت هنا نود وما حطيتش هنا. لما بيكون عندي البرانش فيه كذا اليمنت، البرانش الواحد فيه كذا اليمنت في النص، ممكن تحط نود او ممكن ما تحطش. يعني لو جه قال لك عندي 1 2 3 4، لو سمحت احسب لي عدد النودز اللي في السيركت دي، هتقول لي 4، وفي سام ستودنتس هيحلوا لي على النوم 4 على النوم 5، لان هو لو كونسيدريشن للكومبوننت اللي موجوده في برانش واحد، يبقى دي ممكن احط نود هنا. تمام؟ فلو جالي سؤال بيقول لي احسب لي النمبر اوف نودز اللي موجوده في سيركت بالمنظر ده، هتقول لي 1 2 3 4، دي اجابه. ممكن تقول لي 1 2 3 4 5. طبعا فهمنا 5 دي ممكن تيجي ليه؟ لان انت بتكونكت ما بين الاليمنتس اللي موجوده في برانش واحد. خلاص؟ فهي كونكشن بتوين تو اور مور كومبوننت، او كونكشن بتوين تو اور مور برانشز، التو انسرز صح. تمام؟ بعد كده في حاجه اسمها لوب، ترمينولوجي تاني موجوده في الالكترونكس هتقابلنا، وهاجي يعني هنتكلم مثلا عن كي في ال السمشن اوف فولتج ان وان لوب، فلازم نعرف يعني ايه لوب. اللوب اللوب ان كلوز ذا باس، يعني بالعربي يعني مش عارفه باس يعني ايه، يعني ان انت عندك لوب او باص مقفول. باص مقفول يعني لو عايز توصل للنقطه دي، ممكن لو تبدا عند نفس النقطه وتنتهي نفس النقطه. تمام؟ فاللوب هي عباره عن كلوز ذا باص ستارت فروم انود اند ريتيرن باك تو ذا سيم نود، ان انا ممكن ابدا من نفس النود وارجع ليها تاني. فارجع لها ازاي؟ عندي مثلا النود دي عايزين نحل نمبر اوف نودز في السيركت دي، انا عندي النود اللي هي اللي فوق دي، عايزه ابدا من عندها وارجع لها بطريق مختلف، فهمشي كده 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 كده، يبقى دي لوب. تمام؟ ما انا ممكن برضو اجي من النود من الـ من الـ من النقطه دي وامشي كده، يبقى دي لوب. اللي انا السهم مكان ما مشي كده دي لوب برضو، يبقى عباره عن كلوزد باص، باص مقفول مش اوبن. اوكي؟ كلوزد باص such that I start from a node and return back to the same node، يعني باص مقفول بحيث ان انت وانت بتعرف ازاي انه مقفول، ان انت بتقدر ترجع لنفس النقطه اللي انت بدات من عندها تاني. اوكي؟ طبعا. طيب النود دي برضو على فكره ممكن توصل لها من خلال لوب ثانيه، بحيث ان انت من هنا كده 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 رجعت لها تاني، يبقى انت كده عندك كام لوب. لو هتكونسيدر النقطه دي عندك كده اللوب دي تبدا اللي هي بتبدا من المقامه 1 10 50 25، يبقى دي كده لوب 1. ممكن برضه يبقى عندي لوب تانية ببدأ من نفس النود عندي 30 1 25، يبقى دي اللوب التانية. وفي برضه لوب تالتة اللي أنا ممكن أبدأ من 30 55 50 25، في كده لوب تالتة. يبقى في التوتال أنا عندي كده كام لوب هنا موجودة في السيركت؟ عندي 1 2 3، ده كلوزد باص، ممكن يبقى عندي كده برضه صح؟ ممكن تلاقي كده برضه عندك من هنا دي كده النقطة دي ممكن ترجع لها تاني، بحيث أنت يبقى عندك كده 25 1 55 10 واحد. خلاص؟ فالنمبر اوف لوبز بس المعنى بتاعها يبقى واضح، ان انت تقدر ترجع لنفس النقطه تاني بحيث ان انت تكريت كلوزد باص. اوكي؟ طبعا واضح هنا في السيركت سام اوف لوبز في السيركت دي، احنا عدد اللوبز اكتر من السيركت اللي متوضحه. عندنا مثلا باللون الاصفر في لوب كبيره كده، وفي لوب هنا مثلا اللي باللون الاخضر، فهم عددهم كتير. تمام؟ طيب لو احنا عايزين في حاجه ثانيه اسمها مش، ايه الفرق بين المش واللوب؟ المش از ا لوب وذاوت انتيرير لوب. طيب عندي السيركت دي، تمام؟ السيركت دي عايزه اديفاين المش واديفاين اللوب. المش هي نفس اللي انت فهمته في اللوب بالظبط، بس ما يسمحلكش ان انت تتجاهل انتيرير لوب. بمعنى المش السيركت دي فيها كام مش؟ فيها 3 اونلي 3 مشز، عندي المش دي والمش دي والمش دي. طب ما وايه الفرق بين هو نفس الفيجر، الفيجر ده هو نفس اللي احنا شغالين عليه في اللوب، والنفس اللي شغالين عليه في المش.
ايه الفرق بين الديفينيشن بتاع المش والديفينيشن بتاع اللوب؟ في المش انت بتكونسيدر اي كلوزد باث، بس بحيث ان انت ما يبقاش في كومبوننت ان انت بتتجاهله في النص. بمعنى انا عندي هنا دي مش اوكي، ودي مش ودي مش. طيب خلينا ارجع هنا وديفاين لوب وشوف هل هذه يعتبر مش ولا لا. انا هنا لما جيت قلت لك انت ممكن تعتبر اللوب اللي هي من 30 55 50 25 دي لوب، عملت كده. بس هل دي مش؟ لا دي مش لان انت تجاهلت عملت assumption ان الكومبوننت ده مش موجود. لو انت جيت في مره بتحسب عايز تحسب اللوب، وجيت في مره رحت ماسك كومبوننت، يبقى انت كده بتجيب لوب مش بتجيب مش. تمام؟ فاللوب هي يا المش. نعم؟ انا عايز اعمل السؤال بيرد بس عشان خاطر الصوت عندي بيعمل مشكله. تاني، ايه الفرق بين اللوب والمش؟ اللوب هي يا المش، بس المش مش هي يا اللوب. تمام؟ دلوقتي انت عندك في السيركت دي عشان اجيب المش سهله قوي. المش ان انت تجيب النمبر اوف مش الموجوده في السيركت سهلين، بحيث ان انت عندك ده كلوزد باث، ده كلوزد باث، ده كلوزد باث، ده كده دول ثلاثه مش ظاهرين. لكن اللوب بتفضل بقى تشوف ايه هي الطرق المختلفه اللي اقدر من خلالها اوصل لنفس النقطه. عندك هنا انا طبعا عشان نوت ايه، بس انا عندك في السيركت دي عندك نود 1 و2 و3 و4، عندك اربعه نودز. لكن عشان اوصل لنود 1 بس طلعت كذا لوب، عندك اللوب دي واللوب دي واللوب دي، ثلاثه لوبز بس عشان نود واحده. خلاص؟ وانا شغاله كده عملت اسامبشن ان الريزيستنس دي متشاله، انا هنا في اللوب دي لوب ودي لوب. تمام كويس. لكن لو عايزه اعمل كده دي لوب برضو، بحيث ان انا بدات وانتهيت عند نفس النقطه. بس وانا ببتدي وانتهي عند نفس النقطه ايه اللي حصل؟ عملت اسامبشن ان المقاومه واحد دي مش موجوده. طالما عملت اسامبشن ان في انتيرير ديفايسز هشيلها، ده معناه ان انا كده بجيب لوب مش بجيب مش. خلاص؟ ده الفرق الوحيد ما بين اللوب والمش. خلاص؟ المش سهله جدا، انت بتشوف اي كلوزد باث عندك وتروح قايل عليه ان هو ده مش، دي مش 1 مش 2 مش 3. الاختلاف بس في اللوب ان انت بتضطر ان انت تشوف ايه هي كل البوسيبل ويز او باسس عشان خاطر توصل لنفس النقطه. طيب عندي مثلا مثال زي كده، بيقول لي لو سمحت احسب لي النمبر اوف نودز والنمبر اوف برانشز اللي موجوده في السيركت دي. تمام؟ طبعا احنا اتفقنا البرانشز معناها ان انا عندي كرنت واتجزأ، صح؟ لو انا عندي الديفايس ده اللي هو اتش وجي واف، الثلاثه دول سيريز مع بعض، فما فيش كرنت اتجزأ. هو اتجزأ عليهم هم كلهم، بس ما اتجزأش على ده واحد اثنين ثلاثه. ما اقدرش اقول على اتش ده برانش والجي ده برانش والاف ده برانش، كل دول اونلي وان برانش، لان انا عندي التيار اتجزأ عليهم هم كلهم. انا عندي ايه؟ برانش وده برانش، الاي برانش والبي برانش لان هم بارل مع بعض، والسي والدي والاي بارل مع بعض، يبقى عندي ده برانش. فنمبر اوف برانشز كام؟ 1 2 3 4 5 6، كل دول 6. تمام؟ طبعا انا بكونسيدر ايه التفرعه بتاعه الكرنتس لو عايز اجيب النمبر اوف برانشز. طب لو عايز اجيب النمبر اوف نودز، بتشوف انت الكومبوننت اللي موجوده عندك في السيركت ايه النقط اللي ما بينها. عندك هنا مثلا النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي برضو، دي يعتبر ذا سيم بوينت، والنقطة دي بتكونكت ما بين التو بوينتس، تو برانشز دول. طيب فانا عندي واحد اثنين، النقطة دي هي اصلا واحد اثنين ثلاثة، عندي ثلاثة نودز، انا عندي ثلاثة نودز في السيركت دي. بس في ساعات انا بحسب النودز، انا قلت النودز ممكن يبقى لها تو ديفينيشن، الكونكشن بتوين تو اور مور كومبوننت او كونكشن بتوين تو اور مور برانشز. فلو عايزه اديفاين النود على ان هي يعني انت ممكن تجيب اجابتين. فلو انا عايزه اجيب النقطه اللي بتوصل ما بين تو برانشز، فانا عندي النقطه دي ده برانش، النقطه دي بتوصل ما بين البرانش ده كله والبرانش ده، النقطه دي بتوصل ما بين البرانشز دي والبرانش ده. انا عندي 1 2 و 3، دي النقطه. تمام؟
وعندي برضو النقطة اللي هي 5 دي برضو بتكونكت ما بين البرانشز دي كلها. ودي انا عندي 3 نودز. اوكي هنلاحظ ليه انا ما قلتش 5 و6 ونقطة هنا، دي نودز، لان النقط دي كلها تعتبر نقطة واحدة، ما فيش ما بينهم اي ديفايسز، بيعتبر كلهم نقطة واحدة. فالإجابة بتاع السؤال ده عندي 1 2 3، عندي 3 نودز. طب لو عايزة بقى اعتبر النود هي النمبر اوف كونكشن بتوين تو اور مور كومبوننت، اركز بقى ما بين اي تو ديفايسز او تو كومبوننت عندي او اي اليمنت عندي، واحط ما بدايته ونهايته نقطه. عندي 1 1 2 3 4، وممكن احط هنا 5 6 7 8 9، تمام. هيبقى عندي 9 او 10 نودز. اوكي فده مثال على ان انا ازاي في الاخر احل او اجيب النمبر اوف برانشز او النمبر اوف نودز. طيب برضو المثال ده، هاو ميني لوبز اند ميشز ان ذا فولوينج سيركت. بمجرد النظر كده اتفقنا ان مش دي بتتجاب بطريقه اسهل، او هي سهل ان انا اجيب المش على اللوب، خلاص. فانا اجيب المش ازاي؟ طبعا ده كلوزد باس وما عملش اسامبشن ان انا بشيل اي انتيرير اليمنت في النص، وده كلوزد باس وما عملش اسامبشن ان انا بشيل اي كلوزد اليمنت اي اليمنت في النص، فده مش وده مش. فالاجابه السيركت دي فيها تو مشز، تمام. طيب النمبر اوف لوبز هتبقى دي لوب ودي لوب، ولو انا شلت الاليمنت اللي هي اي واف هيبقى عندي اللوب الكبيره دي، تمام. هنلاحظ حاجه يا شباب، هنلاحظ ان النمبر اوف مشز لو هو 2 فالنمبر اوف لوبز اللوبز مش ممكن يقل عن 2، تمام، لان اللوب هي هياها المش، بس اللوب بتشمل اكتر، يعني ممكن اجيب عدد اكبر من المشز، تمام. تاني السيركت دي فيها المش دي والمش دي لان ده كلوزد باس. لو انا عايز اجيب دلوقتي عندي 2 مشز، الاجابه المش النمبر اوف مشز بيساوي 2. طيب لو انا عايز اجيب اللوبز، اللوبز برضو هتبقى دي لوب ودي لوب، وافكر كده ايه البرانش اللي ممكن اشيله فيكون لي ايه الاليمنت اللي ممكن اشيله فيكون لي لوب تانية. لو انا شلت اي واف هيكون لي اللوب دي. انا طبعا هكون انا بشاور الدنيا واضحه لي ايه بي اتش جي دي سي. تاني اللوب الثالث عن اي بي اتش جي دي سي، دي اللوب الثالثه. اوكي فيبقى الاجابه النمبر اوف لوبز بيساوي 3، وفي العادي النمبر اوف لوبز دايما بيكون اكبر من او يساوي النمبر اوف مشز، مش ممكن يكون اقل منها، تمام. طيب بعد كده في كونسبت تاني اسمه الكيس ال، ده طبعا احنا خدناه في الثانوي، بس معناه ايه كي سي ال؟ كيرشوف كارنت لو. معناه ايه؟ انا لو عندي نقطه موجوده في السيركت وعملت حسبت كل الكرنت اللي داخل لها والكرنت اللي خارج منها، هيلاقي ان اللي داخل كله بيساوي اللي خارج كله، تمام، بحيث ان السمشن بتاع كل الكرنت دي كلها يساوي زيرو. تاني لو انا عندي نقطه موجوده في السيركت وشفت كل الكرنت اللي داخل لها، في النقطه دي داخل لها الكرنت اي 1 واي 2 واي 3، تمام، وخارج منها اي 4 واي 5، يبقى اي 1 زائد اي 2 اي 3 بيساوي اي 4 زائد اي 5. ال sum of all current equals the sum of all current out، مجموع الكرنت اللي داخل بيساوي مجموع الكرنت اللي خارج. اوكي ده الكيرشوف كرنت لوب. summation of current in بيساوي summation of current out to the same node. اوكي طيب لو انت مسكت الايكويشن دي وقلت اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 بيساوي اي 4 زائد اي 5، الايكويشن دي كده خليها لي تساوي زيرو. اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 بيساوي اي 4 زائد اي 5، خليها كده تساوي الاي 3، هتلاقي ان انت اي 1 زائد اي 3 ماينس اي 4 ماينس اي 5 بيكوال زيرو، يبقى السميشن بتاع كل الكرنت اللي موجود حوالين النود بيساوي زيرو. ليه قلت ماينس؟ لان انت عملت كونسيدر ان الاي 5 ده اي 4 ده ماشي بالاتجاه المعاكس للاي 1 والاي 2. تاني يا شباب الكيرشوف كارنت لو بيقول ان السميشن اوف اول كارنت ذا سيم نود ايكوال
all current passing out of the same node. يعني كل الكرنت اللي داخل مجموع كل الكرنت اللي داخل النود بيساوي مجموع كل الكرنت اللي خارج لنفس النود. I1 plus I2 plus I3 equal I4 plus I5. ده رول. ساعات بنقول على الكيس ال بنتكلم عنه بشكل تاني، وهو ان الالجبريك سام اوف اول كرنت ات اني نود ايكوال زيرو، يعني مجموع الكرنت الموجوده حوالين نود واحده بيساوي زيرو. الحاجه دي جت منين؟ بان انت لو خدت الايكويشن اللي لسه قايلاها احنا قلنا دلوقتي تو ديفينيشنز للكيس ال، ان كل الكرنت اللي داخل بيساوي الكرنت اللي خارج، او مجموع كل الكرنت اللي موجود عند نود واحده بيساوي زيرو. الرول دي جت منين والرول دي جت منين؟ الرول الاولانيه بتقول I1 بلس I2 بلس I3 ايكوال I4 بلس I5، دي اللي هو جيفن ان انت الديفينيشن الاولاني بتاع الكيس ال، السم اوف اول كرنت ان بيساوي السم اوف اول كرنت اوت. اوكي؟ طب خد الايكويشن اللي انت لسه قايلها دي اللي هي I1 بلس I2 بلس I3 بيساوي I4 بلس I5، خلي الايكويشن دي كلها تساوي الزيرو، يعني خلي الاليمنت اللي هي موجوده في في الجزء اليمين من الايكويشن يروح عند الجزء من الشمال من الايكويشن، تلاقي عندك مثلا I1 بلس I2 بلس I3 ماينس I4 ماينس I5 ايكوال زيرو. ده ايه ده؟ يعني السمشن بتاع كل كرنت اللي لها علاقه بالنود الواحده بيساوي زيرو. تمام؟ واضح طبعا انت خدت I4 وI5 بإشارة سالب لان هم اعتبروا في عكس الاتجاه بتاع I1 وI2. تمام؟ يبقى جنرالي الكيس ال كيرشوف كرنت لو بيستيت ذات او بيقول ان الالجبريك سام اوف اول كرنت اول كرنت ات اني نود ايكوال زيرو، واللي هي السمشن بتاع كل كرنت السمشن كي ايكوال 1 تو ان، الاي كي بيساوي زيرو، السمشن كل الكرنت اللي عندي بيساوي زيرو، بحيث ان الان دي اللي هي النمبر اوف كرنت ان مثلا بيساوي 5. والديفينيشن الثاني اللي هو السمشن اوف اول كرنت ان ايكوالز سام اوف اول كرنت اوت. تمام؟ ده الكيس ال. طيب بالنسبه لل ده مثال بيوضح لنا او ان احنا ازاي عايزين نحل مثلا ال عايزين نجيب ال unknown values باستخدام الكيس ال. طيب انا عندي السيركت دي، السيركت دي الكي سي ال بتقول ان الكرنت اللي داخل لنود واحده بيساوي الكرنت اللي خارج منها. طب لازم اعرف فين النود. انا عندي في السيركت دي عندي النود دي. طيب الكرنت اللي داخلها ايه؟ وطبعا على حسب الاشارات اللي هو عاملها لي. مثلا عندي الكرنت اللي داخل النود دي I1 واي واي2، الكرنت اللي داخل لنود بي I1 واي2 واللي خارج منها I3. عندي I1 بلس I2 ايكوال I3. ده مثال بنحل عليه ايه الرود اللي احنا لسه واخدينها في الكي سي ال، ان الاي 1 بلس اي 2 ايكوال اي 3. طيب لو انت مسكت مثلا النود ايه، احنا اتفقنا طبعا ان النود ايه دي احنا ممكن نسميها نود وممكن ما نسميهاش، يعني انا يعني في تو انسر للنود. فالاكيد ان انا عندي نود بي، ممكن يبقى في عندي نود ايه وممكن ما يبقاش عندي، لان النود ايه دي بتربط ما بين كومبوننت لهم في نفس البرانش لهم نفس الكرنت، فممكن ما اعرفش الايه. بس لو فرضنا ان في حد حلل لي بحيث ان الايه دي نود، فيبقى لو عايز اطبق الكيس ايه على النود ايه هيبقى عندي الكرنت اللي داخل لها والكرنت اللي خارج منها، الكرنت اللي داخل لها I4 واللي خارج منها I1، يبقى I4 ايكوال I1، ان I1 ايكوال I4 في النود ايه، وهنا طبعا كان I1 بلس I2 ايكوال I3. اوكي كده؟ طيب لو في السيركت دي، السيركت دي انا ممكن ادفن طبعا دي نود ودي نود، نود 1 2 اوكي، ده اللي اكيد دي نود ودي نود لانها بتكونك ما بين برانشز، لكن ممكن ادفاين دي نود ممكن، وممكن ادفاين دي نود ممكن برضه. بس خلينا نتكلم على الجنرال كيس اللي هو نود 1 ونود 2. في نود 1 ايه الكرنت اللي داخل وايه الكرنت اللي خارج؟ طب ممكن تبص على الاسهم وتلاقي مثلا هنا داخل ليها I3 وI2، يبقى I3 بلس I2 بيساوي اللي خارج منها اللي هو I1، يبقى I3 بلس I2 ايكوال I1، ات نود 1 I3 وI2 بيساوي I1. طيب لو انا عندي النود 2 ايه اللي داخل لها وايه اللي خارج منها؟ تلاقي ان السهم طالع I4 داخل لها واللي خارج منها I5 وI3، يبقى عندي I4 بيساوي I5 بلس I3، ده في النود 2. تمام كده؟ دي كان تو سيركتس بنستخدمهم عشان خاطر نتست الترين على الكي سي ال، وهو ان الكرنت اللي داخل لنفس النود بيساوي قيمته بيساوي قيمه الكرنت اللي خارج من ده.
اوكي، واتفقنا ان عشان اديفاين نود، النود عباره عن نقطه بتكونكت ما بين تو اور مور برانشز، ده البرانش الاولاني وده البرانش الثاني وده البرانش الثالث، يبقى دي نود. ده عشان اعرف نود، وبرضه ممكن اعرف النود بان هي نقطه بتكونكت ما بين كذا كومبوننت في نفس البرانش. اوكي طيب، بعد كده في KVL او كيرشوف فولتج لو. الكيرشوف فولتج لو بيستيت ذات ان يعني بيقول ان السمشن اوف كرنت سمشن اوف فولتج في نفس اللوب بيساوي زيرو. ذا الجبريك سم اوف all voltage around any closed path in the circuit equals to zero. يبقى ال voltage ال summation of voltage في loop واحدة أو في closed path بيساوي zero. طبعا عندي السيركت دي مثلا عندي ال A الفولت حوالين المقاومة R بنسميه مثلا VAB، زائد الفولت حوالين المقاومة الثانية دي اللي هو VBC، زائد الفولت اللي موجود هنا يبقى VCD، زائد الفولت اللي موجود حوالين المقاومة دي اللي هو VDA. السمشن بتاع كل فولتج دي بيساوي زيرو. في اي بي تمام، الفولتج السمشن اوف فولتج الموجوده في لوب واحده بيساوي زيرو، دي الكي في ال. لو خدناها بالطريقه الثانيه وهو ان انت تشوف الفولتج ان والفولتج اوت، هتلاقي برضو ان الكي في ال له تو ديفينيشنز. يا اما تقول السم الالجبريك سم اوف اول فولتج اراوند ا كلوزد باس از زيرو، او ممكن تقول سم فولتج دروب equal sum voltage rise. يعني الـ لو انا عندك لو انت عندك voltage source والvoltage source ده متوزع على series، فيبقى الـ summation of voltages على المقاومات الـ series بيساوي نفس الـ voltage source. تمام؟ بنسميه الـ sum voltage drop اللي هو الـ voltage اللي موجود على المقاومات الـ series is equal to sum voltage rise اللي هو الـ voltage source. اوكي؟ طيب، لو انت عندك السيركت بالمنظر ده وعندي تو سورسز بقى، تمام، وكان عندي تو سورسز وبعد كده الفولتج دي اتجزأت على اليمنتس في النص، فيبقى السورس عند السورس بيساوي الفولتج عند الاليمنت اللي اتجزأت عندها الفولت. فهو هنا عامل لي نوتيشن ان ال في دي فولتج دروب وهنا في دروب، وده فولتج رايس وده فولتج رايس وده في دروب، فيبقى السمشن بتاع كل الفولتج اللي هي باللون الاصفر دي بيساوي قيمتها نفس قيمه السمشن بتاع الفولتج اللي هي دروب دي، لما تضاف مع دي هيديني نفس قيمه دي مع دي مع دي. اوكي؟ وممكن اصلا تطبق ان انت احنا قلنا دي رول ان انت تجمع الفولتج رايز زائد بيساوي الفولتج دروب، او السمشن اوف فولتج في سيم لوب بيساوي زيرو، بحيث ان تقول ال في 1 زائد في 2 زائد في 3 زائد في 4 زائد في 5 كل ده بيساوي زيرو، كل الفولتج فاليوز دي بتساوي زيرو، في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5 دي بزيرو، لو انت عايز تجيب باستخدام الرول الاولانيه في الكي في ال. وطبعا هو انا محدد لي البوزيتيف والنيجاتيف، فانا محتاجه ان انا امشي مع القيم بتاع الـ الاشارات، بحيث ان انا لو همشي عايزه اعمل يعني هعمل اسامبشن في الاتجاه ده، هعمل سمشن في الاتجاه ده مع عقارب الساعه، فيبقى عندي في 5 ناقص في 1 لان انا كده بجمع الفولت، يبقى ناقص في 1 زائد في 2 لان انا اول حاجه قابلتني زائد في 2 زائد في 3 ناقص في 4. اوكي؟ فالسمشن بتاع الفولتج في اللوب دي بيساوي 0، والفولتج دي عباره عن سالب في 1 زائد في 2 زائد في 3 ناقص في 4 زائد في 5 بيساوي 0. تمام؟ ده كان الكي في ال، وده طبعا مثال على الكي في ال. طيب، عايزين نحل المثال ده. لو انا عايزه اطبق عايزه اجيب الفي اللي عند 1 والفي الفي ار 2 والفي ار 1 والفي ار 3 والفي ار 3، عايز اجيب الفاليوز دي وعايز استخدم كي في ال، بعمل ايه؟ استخدم السم اوف الفولتج في نفس اللوب بيساوي زيرو. عندي مثلا دي كلها لوب، اتفقنا ان دي كلها لوب، وطبعا دي كلها مش. اوكي؟
دي كلها لوب لانها كلوزد باس. عايزه اصم كل الفولتج اللي موجوده فيها واسيبها بالزيرو، وانا بصم بكونتينيو الاشاره. انا عندي مثلا لو انا فرضت ان انا هصم في اتجاه عقارب الساعه، فيبقى عندي ايه اللي هيقابلني؟ هيبقى عندي سالب 15 زائد في ار سي ناقص 30 زائد في ار 1 ناقص 5 زائد في ار 2 بيساوي زيرو. لو انت عايز الايكويشن بتاع، احنا دلوقتي عايزين نجيب في ار 1 وفي ار 2 وفي ار 3 تمام؟ وعايز استخدمها، وعايز اجيبها باستخدام كي في ال. كي في ال بيستيت ذات ان السمشن اوف فولتج في نفس اللوب بيساوي زيرو. فانا هعمل هعمل سمشن لكل فولتج في نفس اللوب بس تمشي في اتجاه عقارب الساعه، فيبقى عندي سالب 15. ممكن ابدا من اي حاجه عادي بس بكونسيدر الايه الاشاره. انا سالب 15 زائد ما بين زائد اهو زائد في ار سي في ار 3 زائد ناقص 30 زائد في ار 1 ناقص 5 زائد في ار 2 بيساوي زيرو. ده لو انت عايز تجيب القيم دي. السؤال، هل انا لازم في الكي في ال بس يعني لازم اخد كلوزد باس؟ في بعض الاحيان ممكن ما تاخدش كلوزد باس، ممكن تاخد جزء بس من السيركت وتطبق عليها كي في ال. بمعنى ان انت لو عايز تجيب الفي ار 1 والفي ار 3 وما كنتش محتاج ان انت تجيب في ار 2، فهتعمل ايه؟ هعمل برضو، هفترض ان ده كلوزد باس او ان ده الباس اللي انا هحسب فيه الاراد الفي الفي في فاليوز. فيبقى عندي في ار 3 ناقص 30 زائد في ار 1 زائد بحسب برضو الفي بي اي او فرق الجهد عن النقطتين بي و اي. طبعا دول 2 بوينتس في السيركت بما ان هي كلوزد اصلا، فكده في فرق جهد هنا وفي فرق جهد هنا. تاني، لو عايز احسب الكي في ال في سيركت بس مش عايز اخد كلوزد باس كله، بتتعمل ازاي؟ عادي خالص، انت بتشوف الدايركشن انت عايز تعمل فيه السمشن، فتعمل مثلا مع عقارب الساعه وتشوف الاشارات، فيبقى عندك هنا زائد في ار 3 ناقص 30 زائد في ار 1 زائد في بي اي زائد فرق الجهد بين النقطتين دول. تمام؟ ولو انا عايز اجيب الجزء اللي موجود هنا، عايز اجيب فرق الجهد موجود ما بين سوري، عايز اطبق كي في ال على الجزء ده من اللوب، عادي خالص. هتبقى برضو انت بتاسامشن ان انت بتعمل بتسمشن بتعمل بتعمل سمشن في مع عقارب الساعه، فيبقى عندك مثلا زائد في ار 2 ناقص 15 ناقص في بي اي ناقص 5. تاني، خلينا نبدأ من هنا، سالب 5 زائد في ار 2 ناقص 15 ناقص في بي اي. ليه قلنا ناقص في بي اي؟ لان انت ماشي كده وهنا بيقول لك اول حاجه قابلتك السالب في بي اي سالب، صح كده؟ فيبقى لازم تاخد الفي بي اي بالسالب، يبقى سالب 5 زائد في ار 2 ناقص 15 ناقص في بي اي. تمام؟ ده كان مثال على الكي في ال. طبعا ده مثال اكبر على الكي في ال. وطبعا يعني ممكن تقعدوا فيه عادي، بس لو احنا عايزين نطبق كي في ال في اللوب دي، مثلا يبقى عندي زائد في 4 ناقص في بي زائد ناقص في 3 ناقص في 1 زائد في 2. تمام كده؟ لو عايز تطبق كي في ال في اللوب دي. اللي خدناه في الليكتشر دي، الليكتشر الجزء الاولاني من المحاضره الاونلاين لغايه دلوقتي، خدنا يعني ايه اوبن سيركت ويعني ايه شورت سيركت، وخدنا يعني ايه نود وبرانش ولوب ومش، وخدنا الكيس ال والكي في ال. وطبعا النود والبرانش لها تو ديفينيشن، واللوب والمش نمبر اوف لوبز لازم يكون اكبر او يساوي النمبر اوف مشز، والمش هي يا اللوب لكن اللوب مش هي المش. اوكي؟ يعني اي مش هتلاقاه في السيركت يعتبر لوب، لكن مش اي لوب انت جبتها ممكن تبقى مش لازم. اللوب از ا جنرال ديفينيشن عن المش، لكن المش از ا سبيشال كيس اوف اللوب. اوكي؟ ده كان الجزء الاول من المحاضره.
طيب تمام. طيب لو عايزين نبدأ هي دي كده، عايز حد بس يقول لي هل ليكتشر 4 دي هي اللي ظهر لكم؟ يا شباب حد يقول لي ليكتشر 4 دي هي اللي ظاهره؟ يعني لما انا بعمل كده ليكتشر 4 دي هي اللي ظاهره؟ حد سامعني؟ تمام اوكي، ده دي اللي تشوفه. الجزء الثاني من المحاضرة، طبعا انا حاطط المحاضرات على البلاك بورد. الجزء الثاني من المحاضرة محطوط في بي دي اف اسمها ليكتشر 4. اوكي، هي المحاضرة الأولانية الثالثة والرابعة دول سهلين، هم حاجات كلها مراجعة اتاخدت في الثانوي اللي هو الكيس ال كي في ال، بس ممكن يكون في نودول برانشز دي أنا ما عنديش خلفية صراحة اتاخدت في الثانوي ولا لا، بس إحنا إن شاء الله عرفناها النودول برانش واللوب والميشز. بعد كده طبعا هنتكلم عن المقاومات في السيريز أو ريزيستور إن سيريز. طبعا الفكر ده بيوضح لنا ثلاث مقاومات ان سيريز. بعرف ازاي ان المقاومه متوصله في السيريز؟ لما بلاقي المقاومه R1 وR2 متوصلين ان سيريز. ازاي؟ لما بشوف بدايه ونهايه R1، هل الR1 متوصله بR2 من نفس البدايه ونفس النهايه ولا من طرف واحد بس؟ هتلاقيها من طرف واحد بس. عندك هنا دي بدايه R1 ودي بدايه ودي نهايه R1. التو اليمنتس دول متوصل البدايه والنهايه متوصلين بR2؟ لا، متوصلين ب من ناحية واحدة بس، فهلاقي ان R1 و R2 يعتبروا سيريز لانهم متوصلين من نهاية واحدة بس او من جزء واحد بس. كده بعرف ان هم متوصلين ان سيريز. وكذلك طبعا R2 و R3 متوصلين سيريز لان بداية ونهاية R2 مش هما الاثنين متوصلين بR3، لا ده النهاية بس. سمي دي النهاية سمي دي البداية مش مشكلة، بس المهم انهم متوصلين من نقطة واحدة بس. ده كده المقاومات متوصلة ان سيريز. لما المقاومات تكون متوصله في السيريز بيجي لنا رول اسمها فولتج ديفيجن رول. مش عارفه بقى اذا كنتوا خدتوها ولا لا، بس عادي يعني احنا ام نوت اسيومنج ان انتوا خدتوه. الفولتج ديفيجن رول بيقول ان لو انت عايز تجيب قيمه فولت او الفولتج فاليو عند ريزيستنس بحيث ان الريزيستنس دي اصلا كلها سيريز مع بعض، بتطبق فولتج ديفيجن رول. يبقى الفولتج ديفيجن رول بستخدمها عشان نجيب unknown فولتج فاليو given ان انا عندي مقاومات سيريز. اوكي طيب لو انا عايز اجيب V1 او الفي عند R1 بيساوي ايه؟ ليها رول معينه، يعني ليها زي قانون اوم كده، الاي بيساوي في على الار. يعني البوتج بينا الرول دي رول بستخدمها، بطبق ايكويشن معينه بحيث ان انا اجيب الاي اللي هو الفولت في حاله طبعا انا عندي مقاومات سيريز. ال V1 بتتجاب ازاي؟ انا عايز اجيب ال V اللي عند R1 بتتجاب ازاي؟ بقول انت عايز تجيب ال V عند R1، يبقى بتقول R1 على ايه؟ R1 زائد R2 زائد R3 على مجموع المقاومات اللي هي سيريز مع بعض اللي الفولت اتجزأ عندها، تمام؟ مضروبة طبعا في قيمة الفولت الاصلي اللي هو ال V سورس. تاني لو عايز اجيب ال V عند R1 بقول ال R1 على مجموع كل المقاومات السيريز اللي الفولت اتجزأ عندها اللي هي ال V R1 زائد R2 زائد R3 مضروبه في كل الاليمنت ده في ال V سورس اللي هو قيمه الفولت الاصلي اللي هو هيتجزأ على V1 و V2 و V3 او R1 و R2 و R3، تمام؟ دي الرول، انت بتقول V1 بيساوي ال V سورس مضروب في R1 على R2 زائد R3 زائد R
و2، بحيث ان R1 و R2 R3 دول الريزيستنس اللي هي سيريز مع بعض اللي الفولت اتجزأ عندها. تاني عشان خاطر ايه، في بعض الكيسز في السيركت لما تكون كومبليكيتد ال R1 R2 وال R3 ما بتبقاش واضحه قوي، بس لازم تبقى فاهم مين ال R1 وال R2، مش اي حاجات متوصله سيريز مع بعض. الارات اللي حصل فولتج ديفيجن عندها. اوكي طيب، طبعا لو بالمثل عايز اجيب في 2 هيساوي ال R2 على R1 زائد R2 زائد R3 مضروبه في الفي سورس، وهكذا بالنسبه لل V3. اوكي طيب، بتشوف مقاومات سيريز يبقى لازم تطبق كي في ال او فولتج ديفيجن رول. يعني لو في مقاومات سيريز مع بعض، التو رولز اللي لازم يجوا في دماغك كي في ال او فولتج ديفيجن رول. اوكي، وطبعا قانون اوم بيجي على اي حاجه، بيجي في المقاومات سيريز ومقاومات بارل واي كومبينيشن. لكن لو انت عندك مقاومات سيريز، الاقرب لطريقه حلك على طول الفولتج ديفيجن رول. طب لو انا عندي سيركت بالمنظر ده، جيفن المحاضره اللي لسه احنا واخدينها من شويه، وعايز احل بحيث ان اجيب في 1 وفي 2 وفي 3، لو عايز اطبق كي في ال اللي كانت في المحاضره اللي من شويه، كي في ال بتقول ايه؟ بتقول ان summation of voltages اللي موجوده في لوب واحده بيساوي زيرو. يعني عندي دي في سورس سالب في سورس، عندي سالب زائد في 1 زائد في 2 زائد في 3 بيساوي زيرو. كي في ال عايز اجيب في 1 وفي 2 وفي 3 باستخدام كي في ال، هيبقى عندي سالب في سورس زائد في 1 زائد في 2 زائد في 3 بيساوي زيرو. وطبعا ممكن يعني اكمل في المساله فحلها بطريقه معينه. تمام. طب لو عايز اجيب فولتج ديفيجن، يعني الحل ان انا اطبق كي في ال، بعمل كده. طبعا دلوقتي الفي 1 والفي 2 والفي 3 والفي 3 ان نو، لسه ما عملتش حاجه، بس طبقت الايه الرول بتاع الكي في ال. ممكن طبعا تكمل باستخدام قانون الاوم. طب لو عايز اجيب في 1 وفي 2 وفي 3، جيب ان انا عندي مقاومه سيريز باستخدام فولتج ديفيجن رول، هتقول في 1 بيساوي R1 على R1 زائد R2 زائد R3 على الفي سورس. تمام. ولو عايز تجيب في 2، الفي 2 بيساوي R2 على R1 زائد R2 زائد R3، في كل ده مضروب في الفي سورس. تمام كده. دي سيركت بتوضح شويه الريزيستور ان سيريز، وايه الحاجات اللي ممكن تيجي في دماغك على طول ان انت تقدر تحل بسرعه. طالما شفت سيريز يبقى كي في ال او فولتج ديفيجن رول. طيب لو عندي مقاومات بارلل مع بعض بعمل ايه؟ المقاومات بارل مع بعض، احنا لما قلنا في مقاومات سيريز قلنا الفولتج بيتجزأ، لكن لما بيكون ريزيستور ان بارلل، المقاومات في بارلل، كان اللي بيتجزأ هو الكرنت. اوكي ده تمام. لما بيكون عندي المقاومات في البارل اللي بيتجزأ هو الكرنت، والمقاومات في السيريز اللي بيتجزأ هو الفولت. اوكي، فاحنا دلوقتي بالنسبه للريزيستور ان بارل او المقاومات في البارل، ايه اللي بيحصل؟ ممكن عندك ريزيستور ان بارل بتضطر تطبق حاجه اسمها كرنت ديفيجن رول. كرنت ديفيجن رول ان انت بتبقى عايز تجيب unknown current عند ريزيستنس، عند ريزيستنس معينه، بحيث ان الريزيستنس دي بارل مع ريزيستنس الثانيه. تمام. الفولتج ديفيجن رول دي رول بستخدمها عشان خاطر اجيب unknown current value عند ريزيستنس معينه، بحيث ان الريزيستنس دي بارلل مع ريزيستنس التانيين. اوكي، ده الكرنت ديفيجن رول. طب لو انا عايز اجيب بقى، ابدا اطبق الرول دي، بتتجاب ازاي؟ عايز اجيب I1، الاي 1 بيساوي الجي 1 على جي 1 زائد جي 2 زائد جي 3 مضروبه طبعا في الاي سورس. طبعا الرول دي ناقصه، مضروبه في الاي سورس. هشرح دلوقتي يعني ايه الجي. والاي 2 بيساوي الجي 2 على جي 1 زائد جي 2 زائد جي 3 مضروبه في الاي سورس، والاي 3 بيساوي الجي 3 على جي 1 زائد جي 2 زائد جي 3 مضروبه في الاي سورس. تمام، نفس الفولتج ديفيجن رول بالظبط. عايز تجيب اي 1 يبقى جي 1، عايز تجيب اي 2 يبقى جي 2، وهكذا. وتروح ايه ضرب في الاي سورس، هنا في الاي سورس، هنا بتضرب في الفي سورس. ايه هي جي؟ كنا قلنا في المحاضره الاولانيه الجي هي الكوندكتنس اللي هي عكس الريزيستنس. الجي بيساوي 1 على ار. تمام، فلو عايز تجيب اي بتقول جي 1 اللي هي 1 على ار 1 على جي 1 زائد جي 2 زائد جي 3 اللي هي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3. اوكي كده، يبقى الرول الجنرال رول بتاع
كرنت ديفيجن رول ان الاي بتساوي الاي 1 بتساوي جي 1 على جي 2 زائد جي 3 زائد جي 1 مضروبه في الاي سورس، بحيث ان الجي 1 هي عباره عن 1 على ار 1، والجي 1 هنا 1 على ار 1، والجي 2 1 على ار 2، ودي 1 على ار 3. اوكي كده بسيط جدا وشبه الكرنت الفولتج ديفيجن رول. طيب لو انا عندي سيركت بالمنظر ده وعندي مقاومات ان بارلل، ايه اقرب حاجه ممكن تيجي في دماغي بصرف النظر عن هو عايز ايه؟ بس اول ما بشوف حاجات بارلل مع بعض، هما بارلل بس مفيش اي شكل اي كومبانيشن تاني، بيجي في دماغي الكيس او الكرنت ديفيجن رول. تمام، الكيس ال بيقول لي ان الكرنت سورس بيساوي نفس الكرنت الايه اللي هيتجزأ. انا عندي كرنت سورس هنا جه يتجزأ على الاي 1 والاي 2 والاي 3، انا عندي ده اسمها ايه مثلا، فالكرنت اللي داخل لها اي سورس بيساوي نفس الكرنت اللي خارج منها اللي هو خرج هنا وهنا وهنا، مع النود دي كلها واحد، فيبقى عندي الاي سورس بيساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3. طيب لو عايز اطبق كرنت ديفيجن رول، هي نفس السيركت اللي قبل كده، عايز تجيب اي 1 يبقى اي 1 بيساوي جي 1 على جي 1 زائد جي 2 زائد جي 3 مضروبه في الاي سورس، تمام، وهكذا بالنسبه للاي 2. طيب بغض دلوقتي احنا خدنا ايه، خدنا ايه هو الكرنت وايه هو الفولتج وايه هو الباور وايه الباور ابزوربد والباور ديسيبيتد، وعرفنا طبعا الباور ابزوربد اشارتها عكس اشاره الباور ديسيبيتد بنسميها ساعات الباور سبلاي، وعرفنا ان في حاجه اسمها ريزيستور او ريزيستنس وبنجيبها من خلال قانون اوم، وبعد كده عرفنا طبعا ان في فولتج سورس وكرنت سورس، وعرف طبعا ان في من الكرنت سورس والفولتج سورس دي في ديبندنت واندبندنت، ده اندبندنت لانه قيمه واضحه فولتج ب 10 او ب 2 او ب 3، والكرنت برده قيمه واضحه، لكن ده ديبندنت فولتج سورس وده ديبندنت كرنت سورس، وعرفنا الفرق بين الديبندنت والاندبندنت بحيث ان ده سيركل لكن ده معين. طيب وعرفت طبعا ايه الفرق بين الشورت سيركت والاوبن سيركت. الشورت سيركت الشورت سيركت سلك متواصل ما بين تو بوينتس، سلك من غير اي كومبوننت في النص، سلك يعني على طول كده، تمام. لكن الاوبن سيركت بيبقى سلك متواصل ما بين تو بوينتس والسلك ده مقطوع في النص، ده اسمه اوبن سيركت. الفيتشرز بتاع الاوبن سيركت والشورت سيركت، الاوبن سيركت بيبقى كارنت بزيرو وبالتالي الار بانفينيتي، ان الاي عكس الار او الاي هي اللي بتخلي يبقى في ار او لا. وهنا الشورت سيركت بيبقى الكرنت هنا بيكون ما لا نهايه لكن الار هي اللي بتكون بزيرو. طبعا عرفنا الفرق بين النود والبرانش واللوب والمش، وعرفنا ان النود والبرانش لهم تو ديفينيشنز، واللوب والمش دول النمبر اوف لوبس اكبر من او يساوي النمبر اوف مشز، واي مش هي عباره عن لوب لكن مش اي لوب هي عباره عن مش. وطبعا اتكلمنا عن الكي سي ال والكي في ال، الكي سي ال كرنت فيجن رول والكي في ال والفولتج فيجن رول. طبعا المسائل دي انا بتكلم عنها بعد كده في المحاضرات اللي هي في الكليه. طيب عندي طبعا شويه امثله ممكن ما نحلهاش كلها، بس يعني دي امثله كبراكتس على على الحاجات اللي احنا خدناها. لو انت عندك طبعا ده مثال واضح اصلا، يعني ده يعتبر حلينا عليه كتير، بس لو احنا عايزين نوصل في الاخر لقيمه معينه عندك هنا اتفقنا طبعا لو انت عندك مقاومات سيريز عندك طريقتين، يا اما كي في ال يا اما فولتج ديفيجن رول. فلو هحل بكي في ال هتعمل ايه؟ هتقول السمشن بتاع كل فولتج اللي موجوده في لوب بيساوي زيرو، وتبدا ايه تحل. هو هنا بيقول لي فايند الفي 1 والفي 2 والفي 3، يعني عايز كل الفيهات اللي موجوده هنا جيفن ان الفي سورس ب 12، تمام؟ طبعا مديني قيمه المقاومات. لو استخدمت احل المساله دي بحيث ان انا في الاخر اوصل لرقم نهائي، هيبقى عندي سالب في سورس زائد في 1 زائد في 2 زائد في 3 بيساوي زيرو. طبقت كده ايه ومشيت في اللوب كلها وعملت سمشن لكل الفولتج بكونسيدرنج الاشاره، يبقى في سورس زائد في 1 زائد في 2 زائد في 3 هيساوي زيرو. هتعوض طبعا بالقيم، هتلاقي ان انت عندك بس في سورس مش هتعرف تجيب في 1 وفي 2 وفي 3. نعمل ايه؟ ممكن نستخدم قانون اوم، بحيث ان قانون اوم قانون اوم بيستيت ذات ان اي في بيساوي الاي في ار، فعندك في 1 يبقى اي في ار 1، والفي 2 بيساوي اي في ار 3، والفي 3 اي في ار 3. هو انا ليه سايبه كل الايات واحده ما قلتش اي 1 ار 1 اي 2 ار 2؟ ليه كل الايات سبتها
اي، لان هما المقاومات دي متوصله سيريز مع بعض والتيار ما بيتجزأش في السيريز، وبالتالي ليهم نفس الكرنت، فيبقى اي 1 ار اي ار 1 اي ار 2 اي ار 3. تمام، ما بقولش اي 1 واي 2 اي 3. لما باجي احل المعادله دي هلاقيها ان انا عندي الار 1 والار 2 والار 3 وعندي البي سورس، والاي هي فاريبل واحد بس هو اللي مش عارفاه، فلو مشيت في المعادله هلاقي ان الار هتوصل لي 3، هتساوي 3. تمام. طيب دلوقتي انا عرفت قيمه الكرنت اللي بيعدي في الدايره، يبقى اقدر اجيب في 1 ولا لا؟ الفي 1 بيساوي الاي ار 1، يعني هتساوي 3 مضروبه في 1 قيمه المقاومه اللي هي ار 1، والفي 2 بيساوي الاي ار 2، يعني هيساوي 3 في 2 اللي هي 3 الكرنت والاثنين اللي هو قيمه المقاومه. طب لو عايز اجيب في 3، في 3 بيساوي الاي ار 3 اللي هو 3 مضروبه في 1 اللي هو الكرنت مضروب في قيمه المقاومه اللي هي ار 3. اوكي، يطلع طبعا في 1 ب 3 والفي 2 ب 6 والفي 3 ب 3، 3 و3 6 و6 12 هو نفس الفي سورس اللي هو الكي في ال، السمشن بتاع كل الفولتج اللي موجوده هنا بيساوي نفس الفي سورس. تمام، ده طبعا ان انت بتعمل دبل تشيك تتاكد ان اجابتك صح. اتفقنا. طبعا احنا المساله دي ممكن نحلها بالفولتج ديفيجن رول. المساله دي المسألة دي حلناها كذا مرة دلوقتي، يعني حلناها بالمرة بالكي سي ال وحلناها بالكي في ال، بس ما وصلناش لرقم نهائي في النص. خلينا بس نحل المسألة واحدة بس، يعني مثلا عايز اجيب اي 1 وهنا بيقول لي فايند اي 1 واي 2 واي 3 واي، ومديني جيفن الاي سورس بي 12، هو قايل لي الجي 1 بواحد والجي 2 والجي 3 مديهم لي برضه، اعمل ايه؟ طالما مديني جي يبقى استخدم كارنت ديفيجن رول. اوكي، لو عايز اطبق اتفقنا مبدئيا لو عندي مقاومات بارلل يبقى استغل بعمل ايه؟ مقاومات بارلل يبقى اطبق كي سي ال او كرنت فيجن رول. هو هنا مديني جي 1 وكأنه هو بيساعدني بيقول لي حل بطريقه الكرنت فيجن رول، لان الكرنت فيجن رول هي اللي فيها الجي. طبعا يعني براحتك لو ما عرفتش تحلها حل بالكي سي ال. لو حل بالكرنت فيجن رول وعايز اجيب اي 1، الاي 1 بيساوي الجي 1 على الجي 1 زائد جي 2 زائد جي 3 مضروبه في الاي سورس. انا مش بكتب، عندك انت ممكن تكتب ورايا الاي 1 بيساوي جي 1 على جي 1 زائد جي 2 زائد جي 3 مضروبه في الاي سورس، الاي سورس ب 12 والجي 1 ب 1 على 1 زائد 2 زائد 1، 1 زائد 2 دول يبقوا المقام 4 وال 1 ومضروب في 12، 12 على 4 ب 3، اي 1 هيطلع ب 3. تمام؟ وهكذا. اوكي شباب؟ طيب دي برضو مسألة تانية. مش عارفة هيبقى في وقت ان احنا نحل كل المسائل دي عشان السيشن. تمام، دلوقتي حلينا سؤالين، وادي سؤال اللي هو اكزامبل 3 هو ده اللي سايبينه. تمام، اكزامبل 4 ده سايبينه. خلينا نحل اكزامبل 5. اكزامبل 4 سهل، هو كان المفروض ان انا احله هو اكتر، بس خلينا نحله وممكن ابقى احله في وقت تاني. طيب بالنسبه لاكزامبل 5 وهنا بيقول لي for the following circuit find the values of current IA والIB والفولتج V0، وطبعا احسب الباور في كل ريزيستور والباور ديليفرد في الفولتج سورس. يعني عايز الباور هنا والباور هنا والباور هنا ده B، عايز الباور في كل ريزيستور اللي هي دي ودي ودي، باور عند الأربعة والعشرين والثمانين، والباور ديليفرد والفولتج سورس يعني عايز الباور عند 50. ده المطلوب الـ B والـ C، والأولاني كان عايز الـ IA والـ IB والـ I والفي زيرو. طيب لو انا اتفقنا ان لما بيكون عندي حاجات بارلل بروح اكتر للكي سي ال او الكرنت فيجن رول، انا عندي هنا عايز اجيب الاي الموجوده في البرانش ده والاي في البرانش ده، فاطبق خلينا نحل مثلا بطريقه الكرنت فيجن رول. الاي اللي موجوده هنا بتساوي ايه؟ بتساوي الاي سورس مضروب في 1 على 20 زائد على 1 على 20 زائد 1 على 80، صح كده؟
عايز اجيب الكرنت اللي اسمه اي اي، يعني عايز اجيب الاي عندي 20 هيساوي 1 على 20 على 1 على 20 زائد 1 على 80 مضروبه في الاي سورس. طبعا الواحد على 20 دي قيمه، والواحد على 20 1 على 80 دي قيمه، الانون فاليو عندي بس اللي هو الاي سورس. فلازم اجيب الاي سورس الاول او الاي توتال الاول. المساله دي عايز يجيب الاي اي والاي بي والفي زيرو. خليني بس اقول ان تجيب الاي اي هستخدم الكرنت ديفيجن رول. الكرنت ديفيجن رول بيقول عشان تجيب الكرنت عند ريزيستنس معينه باستخدام الكرنت ديفيجن رول، بتقول واحد على قيمه المقاومه اللي انت عايز تجيب عندها الكرنت اللي هي 1 على 20 على 1 على 20 زائد 1 على 80 اللي هو المقاومات اللي حصل فيها كرنت ديفيجن اللي هي 20 وال 80. 1 على 20 زائد 1 على 80 كل ده بتضربه في الاي سورس. انا ما عنديش الاي سورس فعايز اجيبها الاول عشان اعرف اجيب الاي اي. اجيب الاي سورس ازاي؟ اولا بقول ان ال 20 وال 80 دي بارلل مع بعض، فبجيب قيمتهم هيطلع ب 16 اللي هو 20 في 80 زائد 80 هيطلع 16. 16 اجمعها على 4 لانهم سيريز زي اديني 20، يبقى قيمه المقاومه هنا كام؟ قيمه المقاومه توتال بكام؟ ب 20. عايز اجيب الاي توتال عباره عن الفي على ار او الفي على ار توتال اللي هو 50 على ال 20 هيطلع ب 2.5. تاني يا شباب، دلوقتي لو انا عايز اجيب الكرنت هنا محتاج اجيب الكرنت التوتال او الكرنت سورس. جبت الكرنت سورس من خلال ان انا بجيب الار توتال، تمام؟ جبت الار توتال طلعت ب 20 لان دي ودي بارل والناتج بتاعهم سيريز مع دي، هيطلع في الاخر ب 20. جبت الار توتال، الار توتال يبقى الاي توتال بيساوي 50 على 20 اللي هي الفي سورس على الار توتال اللي هي 2.5. اوكي، يبقى انا كده جبت الاي توتال. هضرب ال 2.5 بقى دي في الحاجات اللي انا عمال اقول عليها، 21 على 21 زائد 1 على 80، اضربها ب 2.5 اطلع لي قيمه الاي اي. هعمل نفس اللي انا عملته ده بالظبط في الاي بي، صح كده؟ عايز اجيب الاي بي اعمل ايه؟ اقول الاي بي، الاي بي بيساوي 1 على 80 زائد على 1 على 20 زائد 1 على 80 مضروبه في الاي سورس اللي هي مضروبه في 2.5. الرقم ده في الاخر هيطلع بنص، 1 على 80 على 1 على 80 زائد 1 على 20 كل ده مضروب في 2.5 هيطلع لي في الاخر نص. طبعا دي طريقه، في طبعا حد ممكن يستسهل ويقول ان انا متاكد ان الـ ان الـ ان الكرنت التوتال بيتجزء على الاي اي والاي بي، والاي اي ب 2 يبقى الاي بي بنص لان التوتال ب 2.5، 2.5 اتجزء على 2.5 يبقى الاي بي بيساوي 2.5 ناقص 2 بيساوي نص، تمام؟ طبعا عايز تحل بالتفصيل كده، عايز تحل باختصار براحتك، بس في الاخر الاي اي والاي بي دي ب 2 ودي ب 0.5. طيب بعد كده في بارت بي عايز الباور عند كل اليمنت والباور عند السورس. مبدئيا احنا هنحل عادي، بس في الاخر لازم تاخد بالك ان الباور عند كل اليمنت مجموعهم بيساوي نفس الباور سورس. تمام، انا مش عارفه لو في حد كان. طيب عايز اجيب الباور عند الاليمنت ده، الباور بتساوي الايه؟ الار او الاي سكوير في الار او الفي سكوير على الار، تمام؟ انا عندي ار فلازم الرول بتاعتي ما يبقاش فيها اي وفي، بيبقى فيها اي سكوير ار او في سكوير على ار، تمام؟ يعني في العادي لما بتيجي تجيب الباور اسهل لك لو انت عارف قيمه الار بدل ما تفضل تدور على الاي بكام والفي بكام، يبقى انت عندك حاجه معروفه اهي، جيب بس الاي او جيب بس الفي، تمام؟ يبقى الباور بتساوي الاي سكوير في الار، الباور لها ثلاثه رولز، الاي في الفي او الاي سكوير في الار الفي سكوير على الار. لو انت عندك قيمه الار بتجيب الباور عندها بدلاله الرول اللي هي اي سكوير في الار او في سكوير على الار، اسهل لك. طبعا هي كل الطرق تؤدي لنفس الحل يعني، بس لو انت عايز طريقه افضل يعني بتجيب ان انت بتبقى انترست بس تجيب عندك الار فبتجيب الاي، او عندك الار فبتجيب الفي. اتمنى طبعا حد يبقى فاهم قصدي، تمام؟ فخليني بما ان انا عايز اجيب الباور عند اي اليمنت هنا واي اليمنت ده عباره عن ار، فهجيبه باستخدام رول فيها ار، يا اما في سكوير على الار او اي سكوير في ار. خليني مثلا استخدم الاي سكوير في الار، البي تساوي الاي سكوير في الار. عايز اجيب الباور اللي هنا عباره عن ايه؟
اي سكوير في الار، الار باربعه، والاي سكوير اللي موجوده هنا باتنين ونص، اتنين ونص لان هي ايه؟ ده برانش في الـ في الـ ده برانش اصلي يعني، ما حصلش في اي تجزئه. الكرنت كان اتنين ونص ووصل عند الاربعه اتنين ونص لان هو سيريز، هيتجزأ هنا وهنا، هيبقى اتنين هنا ونص هنا، لكن هنا هيبقى اتنين ونص. اوكي، فيبقى عندك الاربعه هتتضرب في اتنين ونص بس سكوير. عايز تجيب الباور عند الـ الاربعه، هيبقى اربعه مضروبه في اتنين ونص سكوير، وهنا هتبقى الباور هنا بتساوي 20 مضروبه في الاتنين سكوير، وهنا هتساوي 8 مضروبه في النص سكوير. تمام، الباور هنا بتساوي المقاومه في الاي اللي بتعدي فيها سكوير، والاي اللي بتعدي فيها هنا سكوير، الاي بتعدي فيها هنا سكوير، الاي اللي بتعدي في ال 80 اي بي، والاي بي بنص، يبقى 80 مضروبه في النص سكوير، وهنا 20 مضروبه في الاثنين سكوير، وهنا 4 مضروبه في الاثنين ونص سكوير. اوكي، طبعا لو اجيب كل واحده على حده عادي ومحدش طلب منك تجمعها، بس انت ممكن تجيب ايه عند ال 20، 20 مضروبه في الاثنين سكوير اللي هي ب 4، وال 80 مضروبه في النص سكوير اللي هي نص اللي هي ربع، وال 4 تضرب في الاثنين ونص سكوير اللي هي 6 وربع. تجيب كل واحده لوحدها عادي، بس لو حصل وجمعتهم هيديك 125. عايز تجيب الباور اللي عند الباور اللي عند السورس، الباور هنا بقى ممكن نجيب الباور باستخدام الاي في الفي، ما اجيبش اي سكوير في الار، لان انا اصلا هنا ما عنديش ار، انا ما عنديش ار. تمام، فالاي بيساوي الاي في، فالاي الفي باتنين، الفي ب 50 والاي ب 2 ونص، الفي الاي التوتال هيبقى الباور بيساوي 50 في 2 ونص ب 125. اوكي كده، دي طبعا المحاضرة الأولانية. أنا هعمل بس أنميوت، مش عارفة أنا عاملة ميوت، لو في حد حابب يسأل أي سؤال ميوت أول، ماشي، لو حد حابب يسأل أي سؤال. طبعا في بعض الطلبه بتسال بالنسبه للانجليش، انا هحاول ان انا اسجل المحاضرات بالانجليش. اوكي، مش عارفه بقى حد حابب يسال اي سؤال، ولو ما فيش، عشان بس هو طبعا بيتهيألي في وقت للمحاضره عادي، بس انا مش عارفه هل يبقى في وقت للتسجيل ان هو يسجل اكتر من كده ولا ايه. فحد عنده اي سؤال؟ يا شباب، لو في حد، لو مش عندكم سؤال، ممكن الناس تقول مش عندي سؤال، بس عشان اعرف ان انتم موجودين وعادي ممكن اقفل الميتنج. المحاضرات تبقى محاضرة في الكلية ومحاضرة هنا اونلاين، والمواعيد بتاع المواعيد بتاع المحاضرات اتغيرت على الاونلاين، لان كان اول ميعاد كان في رمضان. تمام، بس هل حد عنده أي سؤال؟ تمام، مفيش حد بيقول assuming. لا تمام، طيب يا شباب، ربنا معاكم، ونتقابل إن شاء الله في المحاضرة في الكلية. أوكي، يعني ايه المحاضرة تنزل من غير البلاك بورد؟ المحاضرة تنزل من غير البلاك بورد هو الاوفيشيال ميثود، عشان خاطر ابعت المحاضرات هي البلاك بورد. طبعا لو في حد عنده مشكلة، سوري، لو في حد عنده مشكله في انه مش عارف يوصل المحاضرات، بما طبعا عارف تبعت لي، فالمحاضرات انت كده دخلت على الباك بورد تقدر توصل لها، بس لو حد عنده مشكله ممكن اللي عرف يوصل يبعت للشخص الثاني، او ممكن يبعت لهم على الجروب بتاعهم.
انا الباشمهندس او الهندسه اللي هي كورسبوندنج او ريبريزنتيف بتاعتكم بعت لها المحاضرات، فاتمنى تكون هي بتبعت لكم المحاضرات. تمام. بالنسبه للانجليش، بالنسبه للانجليش ستودنت، انا هحاول يعني بما ان المحاضره الاولانيه ما سجلتهاش، فحاول ان انا عن نهايه الاسبوع ده، عن نهايه الاسبوع ده ليكتشر 1 وليكتشر 2 او الليكتشر بتاع ويك 1 والليكتشر بتاع ويك 2 هسجلها وابعتها، ويبقى في عندنا التسجيلات بالعربي والتسجيلات بالانجلش ان شاء الله. تمام. بالنسبه للناس اللي هي ما عندهاش بلاك بورد، انا ما عنديش طبعا خلفيه المشكله دي تتحل ازاي، بس انا قلت في اول محاضره ان الناس تسجل نفسها على جروب بالنسبه لكم، بالنسبه لجروب الالكترونكس، وفي ريبريزنتيف هياخد المحاضرات مني اول باول، سواء كان مني من الايميل او مني من البلاك بورد ويبعتها، فما فيش حد يبقى عنده اي مشكله في ان هو ياخد التسجيل او ياخد المحاضرات لو ما عندوش بلاك بورد. اوكي تمام يا شباب. ربنا معاكم.